Das ist Bea. Sie kommt aus Berlin. Sie macht ein Praktikum in München. In dieser Zeit wohnt sie bei Familie Berg. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigung? Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche Familie Berg. Familie Berg, die wohnt gleich da hinten rechts. Komm, ich zeig's dir. Okay. Hier wohnt Familie Berg. Niemand da. Ah, da kommt Ella. Hallo Ella, Besuch für dich. Hallo Felix. Tschüss. Ciao. Danke. Hallo, ich bin Ella. Hallo, ich heiße Bea. هنبدأ الأول هنشوف الثلاث شرايح الشريحة الأولى اللي قدامنا بتكون أسئلة على الفيديو اللي موجود في الويب سايت نفسه وبتجاوبوا تتفرجوا على الفيديو الأول وتجاوبوا لي على الأسئلة وتبعتوا لي الإجابات على الواتس الخاص تمام فهنا بيقول لك أنت وات أفتي فراجن جاوب على الأسئلة السؤال الأول في هايست سي ما اسمها السؤال الثاني واس ماخت زي إن مونشن ماذا تفعل في مونشن السؤال الثالث واس شبريشت سي ماذا تتحدث هي السؤال الرابع وهير كومت سي من أين أتت هي السؤال الخامس وو فونت سي أين تسكن تمام في الشريحة الثانية هنتكلم عن الفاعل النوميناتيف والمفعول به الأكوزاتيف تمام إزاي نكون جملة من الفاعل والمفعول بنبدأ الجملة يا بالضمير اللي هو الفاعل يا إما بنبدأ بأي كلمة زي تصوم فغشتك على الفطار إست لو خدنا بالتي يبقى لازم نقول ماكس أو ماين أوبا يبقى إست ماين أوبا مثلا أينن يوغورت عشان يوغورت دير بتاخد أينن لو كلمة دي تاخد أين لو داس تاخد أين لو قلنا تصوم فغشتك أسن أو في إي أن هنا يبقى لازم ناخد الجمع أسن إي فأنتينا ناخد مثلا كلمة كرواسون يبقى ناخد لها أين عشان كرواسون داس يبقى أين كرواسون تمام؟ هنا هنتكلم في الشريحة الثالثة على النفي وإزاي ننفي الأينن وننفيها بكاينن والأين ننفيها بكاين والأين ننفيها بكاينة فنقول مشتستو أينن أبفل دوتد هنا نوميناتيف فاعل أينن أبفل أكوزاتيف مفعول به نقول إيه؟ ناين دانكي كاينن أبفل لبا أين أورانج تمام نبدا نوصل نشوف الاجابات المناسبه السؤال اللي بعده ايما ناين بانت فوتا دي فراجن دايما بلا تجاوب الاسئله بلا بنيفر بنو möchtest du einen apfel نجاوب بناين ناين دانكا تريد تفاحه عشان تفاحه دير اخذت اينن ناين دانكا ايش مشتا كاينن يبقى اينن ما فيها كاينن كي Möchtest du ein Brot, Käse, auch Käsebrot, Sandwich Gebner? Möchtest du ein Käsebrot? عشان هنا Käsebrot, das تاخد ein. تبقى nein, danke, ich möchte kein Käsebrot. هنجاوب الكلام ده ونتقابل على تبعتولي الإجابات وحنزل لكم فيديو تالي في إجابات الحاجات دي.
وأي استفسار أنا معاكم على الواتس. شكراً دكتورة شويكار.